محاضرة اليوم بعنوان Fundamentals of Rock Properties خواص الصخور. Rock properties are determined by performing laboratory analysis on cores from the reservoir to be evaluated. There are basically two main categories of core analysis tests that are performing on the core sample regarding of physical properties of reservoir rocks. These are routine core analysis. خواص الصخور يتم تحديدها بالمختبر laboratory على core sample. Core sample أو الكور هي قطع من الصخور يتم استخراجها من داخل البئر، تكون بشكل يعني يتم استخراجها بمعدة خاصة تكون بشكل اسطوانة كبيرة. عادة يكون هناك فحصين رئيسيين على الكور، يعني على نفس الكور سامبل يتم نوعين من الفحص حتى نحدد الخواص الصخور المكملية. شنو هذه الفحوص؟ أولا Routine Core Analysis Tests يعني التحليل الاعتيادي أو التحليل المعتاد. Routine Core Analysis بعض الأحيان يسمونه RCA. نحسب من عند الـ Porosity, Permeability والSaturation. Porosity المسامية، Permeability النفاذية، والSaturation التشبع. عندنا نوع آخر هو Special Core Analysis أو Special Test على نفس الكور سامبل، على نفس العينة من الصخور اللي استخرجناها من داخل البئر. عندنا Overburden Pressure, Capillary Pressure, Relative Permeability, Wettability والSurface and Interfacial Tension. Overburden Pressure هو ضغط عمود الصخور أو وزن عمود الصخور. Capillary pressure هو الضغط الشعيري. Relative permeability النفاذية النسبية. Wettability التبللية. Surface and interfacial tension الشد السطحي والبيني. The above rock properties are essential for reservoir engineering calculations as they are directly affect both quantity and the distribution of hydrocarbons. يعني هذه الصخور، هذه الخواص الصخور مهمة بالحسابات المكمنية، مهمة بالحسابات المكمنية، مهمة بحسابات أماكن لحساب حجم النفط، خلينا نقول لحساب أو لتحديد توزيع النفط، لحساب أو تحديد كيفية انتقال النفط خلال الصخرة. فهنا ذا أباف قلنا الخواص على مهمة لإجراء الحسابات المكمنية وتأثر مباشرة على quantity يعني كمية النفط والdistribution توزيع hydrocarbon. When combined with fluid properties control flow of the existing phase gas, oil, water within the reservoir. يعني أيضا من نربطها هذه خواص الصخور ستأثر على quantity والdistribution of hydrocarbon، وتأثر أيضا على control flow of existing phase، تأثر على جريان الطور الموجود بالصخرة، سواء كان هذا الطور ماء، سواء كان هذا الطور غاز، نفط أو ماء بالمكمل. عادة المسامية تأثر على كمية النفط اللي موجودة بالمكمن، والنفاذية يعني تأثر على الحركة، يعني النفاذية إلها علاقة بالفلو والمسامية إلها علاقة بحجم النفط. خلينا نشوف البوروسيتي شنو. The porosity of the rock is measure of storage capacity، قابلية الخزن. المسامية هي قابلية الخزن. Pore volume
الحجم المسامي. That is capable of holding fluids. يعني شقد الصخرة تحتوي سوائل. Quantitatively, the porosity is the ratio of pore volume to the total volume, bulk volume. يعني حسابيا أو كميا المسامية شو تساوي؟ شلون نحسبها؟ تساوي حجم المسامات على حجم الصخرة الكلي. يا صخرة العينة اللي استخرجناها من البئر الكور قبل شوي اللي حكينا عنه، فحجم المسامات بس بالكور إلى الحجم الكلي. This is important rock properties is determined mathematically by the following generalized relationship. واحدة من الخواص المهمة للصخور rock property وتحدد رياضيا بالعلاقة التالية. Phi رمز الـ porosity، Phi pore volume على bulk volume where Phi is porosity يعني حجم إلى حجم بدون وحدات. As the sediment were deposits and the rock were being formed during past geological times, some void spaces that developed become isolated from the other void spaces by excessive cementation. يعني من ترسبت الصخور من تترسب الصخور تترسب وياها مادة اسمنتية لاصقة تربط للجرينز حتى تصير صخور. فعندنا بعض الصخور يكون تسميتها شديد فتنعزل المسامات، يعني مو المسامات ما راح تكون كلها متصلة، راح يكون بعضها متصل وبعضها معزول بسبب نوع الترسيب أو نوع التغيرات الجيولوجية صارت عليها. Thus many of void spaces are interconnected while some of other pore spaces completely isolated. يعني بعض المسامات تكون متصلة وبعض المسامات تكون غير متصلة. هذا شيء يقودنا إلى تصنيف المسامية إلى نوعين، مسامية مطلقة ومسامية فعالة. المسامية المطلقة تشمل المسامات المتصلة وغير المتصلة، بينما المسامية الفعالة تشمل فقط المسامات المتصلة. لاحظ absolute porosity، absolute porosity defined as the ratio of total pore space in the rock to the bulk volume يعني كل الفراغات اللي موجودة بالصخرة إلى الحجم الكلي للصخرة. A rock may have considerable absolute porosity and yet have no conductivity to the fluid for the lack of pore interconnected. يعني ممكن تكون أنت عندك الصخرة مساميتها عالية جدا لكن ذني كلهن المسامات غير متصلة، إذا ما تفيدني هاي المسامية، أنا أريد مسامية متصلة حتى النفط ينتقل بيها. The absolute porosity is generally expressed mathematically by the following relationship. يعني شلون نعبر عنها رياضيا المسامية المطلقة؟ أول رمزها phi a شلون الأبسوليوت total pore volume على bulk volume total pore volume كل الحجم المسامي على bulk volume الحجم الكلي للصخرة، أو phi a يساوي bulk volume ناقص grain volume على bulk volume. ايش نقصد هنا؟ انا عندي الحجم الكلي للصخرة ناقص حجم الحبيبات يبقى حجم المسامات، اذا هنا حجم الكلي للصخرة ناقص حجم الحبيبات grain يبقى حجم المسامات على الحجم الكلي. Where phi A هو الـ absolute porosity. عندنا الـ effective porosity. The effect of porosity is the percentage of interconnected pore spaces with respect to the pore volume. يعني حجم المسامات المتصلة إلى الحجم الكلي للصخرة فقط المتصلة، وهي هي اللي تفيدني إن يعني ينتقل بها النفط. نرمزها بالرمز phi. المفروض phi e حتى تكون effective، phi e أفضل حتى تكون effective. The effect of porosity is the value that used in all reservoir engineering calculation because it represents the interconnected pore that contain the recoverable hydrocarbon volume. The effect of porosity هي اللي تستخدم بالحسابات، يعني مساماتها متصلة ومعناها ان النفط اللي بيها اقدر احصله، يقدر اقدر احركه بس اسحبه يجي، اقدر احركه يتحرك، بينما المسامات غير متصلة راح يكون معزول.
النفط فما تفيدني بالحسابات المسامية الغير فعالة. Porosity may be classified according to the mode of origin. The original porosity is that developed in the deposition of the material, while induced porosity is that developed by some geological process subsequent to the deposition of the rock. إذا أنا عندي المسامية نوعين, originally و induced. Originally induced. The original porosity هي اللي تكونت وقت الترسيب, بينما induced هي المسامية اللي تكونت بعد الترسيب, يعني بفعل العوامل الجيولوجية, انزلاقات الطبقات, البراكين, الزلازل, هاي تسبب لي تغير بخواص الصخور, تزيد مثلا مساميتها أو يصير بها تفاعلات كيميائية بسبب وجود يعني مواد كيميائية, وتصير بها تفاعلات فتتغير خواصها. عندي خواص وقت الترسيب وعندي خواص تصير بعد الترسيب. فنوعين من المسامية, original porosity و induced porosity.